نهاية المطاف أنك ميت وإنهم ميتون. نهاية المطاف سننتقل من الدنيا إلى عالم آخر، من هذه الدار إلى دار أخرى، من هذه الحياة إلى حياة أخرى، ولا مفر من هذا الأمر. الخسارة الحقيقية ليست هنا في الدنيا، والربح الحقيقي ليس في الدنيا، لأن الدنيا ومن فيها وما فيها فانية زائلة، ففوزها وربحها وخسارتها كله يزول مع زوالها وينتهي بانتهائها. الخسارة الحقيقية هو أن نخسر أنفسنا يوم القيامة، أن نخسر أهلينا يوم القيامة، أن نخسر من نحب يوم القيامة. هذه الخسارة الحقيقية التي يجب أن نخشاها، والتي يجب أن يكون لكل واحد منا قضيته. اسمحوا لي معلش، قضية شخصية مش عيب. ولقد شغلني دون هموم الناس هم نفسي، أن يصبح لكل واحد منا قضيته، قضية شخصية اسمها بوضوح: كيف لا أدخل النار في تلك الدار وفي تلك الحياة. هذه القضية، هذه القضية الكبرى التي يجب أن يحمل الواحد منا همها وغمها في الليل وفي النهار. كيف لا أدخل أنا وأهلي وعائلتي ومن أحب نار جهنم؟ يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأجر هنيك، هذه الدنيا أصلا، هذه الدنيا هينة على الله. لو لم تكن هذه الدنيا هينة على الله لما كان في هذه الدنيا ظلم يلحق أنبياء. لو لم تكن هذه الدنيا هينة على الله لما وشق أطفال الطائف رسول الله بالحجارة فأدموا جبهته ويديه وقدميه. لو لم تكن هذه الدنيا هينة على الله لما جلس في يوم العاشر من المحرم شمر بن ذي الجوشن على صدر الحسين ليحتز رأسه. توفون أجوركم هناك، هذه الدنيا ليس اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح. هذا لازم كل واحد يحفظه منه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا القول، هذا الذي يجب أن أبحث عنه أنا وأنت. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا متاع، هذه الدنيا لهو ولعب وتكاثر وتنابز واختلاف وحطام وجيفة. هناك يوفون الأجر، هناك الحياة الحقيقية، وهناك القضية المركزية الأساسية لكل إنسان: كيف لا يدخل النار، وكيف يعني كيف يزحزح عن النار ويدخل. ولذلك فإن كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان تعود في نهاية المطاف إلى سبب أساسي، وهو حب الدنيا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كل خطايا الإنسان مرجعها إلى حب الدنيا. يجي كمان السؤال: طيب كيف بدنا نطلع حب الدنيا من قلوبنا؟ ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الدواء الذي نستطيع أن نداوي فيه هذا المرض العضال الذي يضيع علينا آخرتنا ويضيع علينا في الدنيا كأمة دنيانا؟ الحل أو الدواء الذي أذكر لكم من جملة أدوية الأنبياء، ولكنه من أهمها،
هو ذكر الموت. وما يتذكر الإنسان أنه ميت، أنه سيموت، وأن يستحضر هذا في نفسه ليلا ونهارا، وأن يتذكر الإنسان أنه بعد عندما يموت أما أمواله فيتقاسمها الورثة. هو جمع المال من حله وحرامه، ولكن تنعم بها أولاده. ذكر الموت يعني أيها الإخوة والأخوات أن نتذكر أننا مهما كنا أغنياء أو فقراء، عظماء أو أناسا عاديين، زعماء، جنرالات أو جنودا عاديين، ملوكا أم رعية، فكلنا سينتقل إلى حفرة ضيقة لا يبلغ طولها أكثر من مترين وعرضها أكثر من متر. كلنا سينتقل إلى حفرة يقول عنها أمير المؤمنين عليه السلام: وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. كلنا نتذكر بأننا سننتقل إلى تلك الحفرة ملفوفين ببعض قطع من القماش، إلى تلك الحفرة الضيقة، إلى ذلك القبر الذي ورد في الحديث أن للقبر كلاما في كل يوم، لكننا نحن محجوبون لا نسمعه. إن للقبر كلاما في كل يوم يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا القبر، أنا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أن نتذكر أننا سننتقل إلى هناك حيث سيغادرنا الناس، وستغيب أخبارنا وتنقطع آثارنا ويهال علينا التراب، ونترك لوحدتنا وغربتنا ووحشتنا، ولا يذكرنا أحد. هذا يعني أن نتذكر، أن نذكر الموت، وأن نتذكر أيضا ما بعد الموت، أن نتذكر ما سيواجهنا في قبرنا وما سيكون عليه حالنا عندما ننتقل إلى هذه الحفرة، وما ينتظرنا إلى قيام الساعة. أن نتذكر أننا سننشر من هذه القبور ونضع نصب أعيننا هول المطلع، وما يجري علينا في أرض المحشر، وطول الوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم الجوع الأكبر ويوم الفزع الأكبر يوم القيامة، وصعوبة الحساب ودقة الميزان ونشر الكتب، كتب الأعمال، والمشي على الصراط، وما ينتظر الناس من ثواب في الجنة وعقاب في النار. هذا يعني أن نتذكر الموت وما بعد، أن نستحضر في عقلنا وقلبنا ونفسنا بشكل دائم هذا الأمر الآتي حتما والذي لا مفر منه. إلى أين المفر أيها الإخوة والأخوات؟ واحد يجاوب. إلى أين المفر من الموت؟ إلى أين المفر من تلك الحفرة؟ إلى أين المفر من النشور والحساب بين يدي الله عز وجل؟ إلى أين الهروب من عدله وغضبه وعقابه؟ هل هناك من مكان يمكنكم أن تفروا إليه؟ هل هناك من ملك يمكن أن يجيركم من ملك الملوك؟ هل هناك من جبار يمكن أن يأويكم من جبار الجبابرة؟ هذا هو يعني أن نذكر الموت وما بعد الموت.